الطلب لول صب فلوس في تليفون واحد من المستمعين لايت. الطلب الثاني تخرج للشارع يزمك تلقى 3 نساء كبار وتبوسهم من روسهم. الطلب الثالث يلزمك تعاون مرأة في خدمة الدار في الأعمال المنزلية. الطلب الرابع يغني غناية رومانسية لهنا وذي باش نبدأ بها تو. الله يبارك. والطلب الخامس يزمك تلقى 3 نساء أبار اللي مش تبوسهم من روسهم النساء الكبار، يزمك تلقى 3 فتيات موش نساء فتيات تغني الوحدة أتحدى العالم والأخرى تغني لها النساء النساء والأخيرة تغني لها أنت شمسي أنت. وذي طلب من المستمعين موش منيا ها كل شيء مانيش حفظ أنت شمسي قدامكم أنت. يهون الليل وصهر الليل وأحزاني يا لله ترارا ومهما يطول عذاب نقول هم يزول يا لله حس بروحي طير وطاير في العالي يا لله. اول حاجه باش نعملها هي باش نصبوا اللايت بالتليفون، خذيت لي نور من عند حاجه في الصومبار الله اعلم شكون بالضبط، لكن اللي باش يجي مساسه ويجي فيه فلوس بارش فلوس باش نصب. شكون النمر؟ مو قولوا لي اسم شكون ترى، قولوا لي اسم يصب لك طفل الوالد. شوفوا لي اسم المستمع والمستمع اللي قاعد يسمع فينا، خليني نقول له روأة ميمشي يصب لك توا بيه بيه. أيوة دونك هذا طلب لول، هذا طلب لول توا قاعد نصب أفرارة صب لي مانيش نقول في المباشر خدش صب واحد عاد أما مدام شنحوالك يا حاجة لباسة توا شنحوالك. أنا من إذاعة كنوزة فاهم، أنا في المباشر توا باهي نجم نحكي معك كلمة ها في المباشر. قول يا مدام اليوم مار اليوم العالمي للمرأة 8 مارس عطاوني دي فيه لازمين نعمله، لازمني تحدي نخرج نسلم على 3 نساء كبار في العمر خاطر اليوم العالمي للمرأة ونبوسهم من جبينهم كيما أمي تخليني نقبل دي فيه ولا والله شوش نقول لك أنا ما نعرفش تخليني ولا انت في جبين حتى تشاور المسيور باهي ايش باش نعمل رب بسال شيء ربي يخليك ربي يطول في عمرك ربي يفضل الحاجة ركبة ونص ممكن وزفان في المباشر الدفين داي لازم نغني 3 اغنيات لثلاثة بنات بالزهرة نلقيتكم بعضكم ثلاثة. اول شيء غني باش نغني لولا اتحدى العالم لولا اتحدى العالم كله وانا وياك مانيش حافظ كلمة يضحكوا عليا راهو النساء النساء يلا النساء النساء الله يعيش النساء النساء غني برا المفتاح تعرف غني ما يعرفش مش الثلاثة ما يضحكوا عليا ولا باه الثالثة غني الثالثة شنو هي؟ أنت شمسي أنت أنت شمسي أنت ما تغيبيش أنت عمري أنت ما شنو ما ترتيش لا مش ما ترتيش ماكش حافظها الغنية ماكش حافظها باه أوزر مسالش أو باش نحسبوك قمت بأربع طلبات، مازال الطلب الأخير تطلع للراديو وتعاون ليلى في تسييق الإذاعة وغسلان المعون في الكوجينة وشنو آخر يعمل؟